السلام عليكم، معكم سالم من اندرويد، وهي الحلقة الثامنة من سلسلة العاب اندرويد الجزء الثاني. اليوم خمس العاب حلوة ومسلية وبسيطة، فخلنا ندخل على الالعاب ونشوفهن. مثل ما شايفين هاي اول لعبة عندك، لعبة كلش حلوة. تضغط على مربعات ملونة وراح يطلع لك اصوات اغاني، وتقدر تسوي لك معزوفة عن طريق هاي الازرار، يعني تطبيق حلو سهل مثل ما شايفين. يعني تطبيق حلو وبسيط، يعني طلع لك اغاني حلوة ومسلية. المهم نشوف اللعبة، هاي اللعبة الثانية، لعبة قناص. ننتظر لحد ما تفتح. تاخذ شوية وقت لحد ما تفتح، ننتظرها شوية. ستارت، بعدين هذا عنده القناص، ذاك الشخص تضرب عليه وتكمل اللعبة. عندك يعني حتى وقت مخلي لك، لازم انت تلتزم بالوقت اللي مخليه. المهم نشوف اللعبة الثالثة، لعبة جي تي اي بس مبسطة. بس البداية راح أحسن يحكي لك عربي، ليش ما اعرف صراحة. عجبني لطالما أردت أن تقتل وتمحو الإرهابيين، أليس كذلك؟ إذن هذه اللعبة لك. اربح النقود خلال إنهاء المهمات المطلوبة منك، وقم بفتح مهمات جديدة. ما أعرف ليه الصراحة، هنا تختار سلاح. المهم للغاية، اقتل كل الإرهابيين من المنطقة حظا وافرا. مثل ما سمعته. المهم علينا، هذا اعلان تقدر تتخطاه. بس هاي اعلانات، هنا تمشي، هنا تضرب، وهنا عم تضرب، وهنا قناص، وعندك الخارطة لازم تروح عليها. هاي الطريقة لازم تضرب. لعبة حلوة وبسيطة، يعني تقدر تلعبها، تروح حتى تصعد الطيارات. انا جربت تصعد السيارات هم موجودة. المهم نشوف اللعبة الرابعة، لعبة ماطور. اضغط على ستارت، بعدين انتظر. هنا عندك البنزين، هنا عندك يمين ويسار، هاي على مود تفر الماطور، وهاي خليه يرفع. عندك حتى تقدر تاخذ صورة للحركة اللي تسويها. المهم نشوف اللعبة الخامسة، ندخل عليها ننتظر شوية. تطلع كلمة بلاي، هنا اختار المكان اللي تريد تلعب بيه وانتظر شوية لحد ما تفتح. انتظر لحد ما تفتح اللعبة. كودينج، طلع على شاشة العمود تبدي. هنا عندك البنزين وبريك ويمين ويسار، هنا تفر السيارة. تقدر تلعب اللعبة، لعبة بسيطة وحلوة. المهم هاي خمس ألعاب اليوم، أتمنى أشوف دعمكم حلو للقناة. أخرج لكم كم رابط بصف الفيديو، قناتنا على الفيسبوك، تويتر، انستغرام، وجوجل بلاس، ورابط القناة أكيد إذا أنت مشترك ادخل واشترك على مود يوصلك كل جديد. في نهاية الحلقة، أنت مشترك اشترك، انطينا لك تقييم الفيديو وسوي شير على مود كل الناس يشوفوا الفيديوهات. كان معكم سالم، في أمان الله.